بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حلقة اليوم إن شاء الله سوف نتناول موضوع تأثير الحقل البلازمي للكوكب المذنب أو الكوكب الطارق عند وصولنا أو عند دخول الأرض في ذلك الحقل، ما هي التأثيرات التي سنلاحظها على الأرض. وبداية سوف نعطي تعريفا مبسطا للبلازما أولا، فهي كلمة تتكرر معنا وكذلك الحقل البلازمي، البلازما المتفككة كذلك. فما معنى البلازما؟ البلازما بالتعريف العام هي الحالة الرابعة للمادة الصلبة والسائلة والغازية، وهي تحتوي على عدد هام وكبير من الجزيئات المشحونة كهربائيا بصورة كافية للتأثير على الخواص الكهربائية في كل ما يحيط بنا في حياتنا اليومية، وهي تشكل أكثر من 99% من المادة الكونية التي نراها. إن الغاز العادي يحتوي على ذرات متعادلة كهربائيا، أي عدد الشحنات السالبة الإلكترون يساوي عدد الشحنات الموجبة البروتون والنيترون وغيرها من تكوين الذرة، وهي محاطة بالغمامة الإلكترونية ذات المدارات حول الذرة بسرعة تقدر بنصف سرعة الضوء، وسرعة الضوء 300,000 كيلومتر ثانية. يصبح الغاز بلازما إذا تم توفير طاقة أو حقل كهرومغناطيسي أو حرارة لذراته، ينتزع من خلاله الإلكترونات بعضها أو كلها من مداراتها، فتصبح تلك الذرة ذات شحنة موجبة، فتكون تلك السيول الإلكترونية الحرة ونواتج الشحنات الموجبة للغاز يصبح غاز مؤين. وعندما يتأين أو تتأين تلك الذرات وللحفاظ على خصائصها على الخصائص الكهربائية للغاز، فإننا ندعو هذا الغاز ببلازما. ونستطيع أن نميز البلازما بين غاز وآخر عندما نحقق سلوك تفاعلي محدد بين الذرات المشحونة الكهرو سالبة والكهرو إيجابية. فنوع الذرات في البلازما ونسبة الجزيئات المؤينة إلى الجزيئات المحايدة تؤثر في طيف واسع من أنواع البلازما وخصائصها وسلوكها، ونستخدمها في حياتنا اليومية بشكل متزايد بكافة التطبيقات الحياتية. فهذا السيل من الجزيئات والإلكترونات الحرة هي المكونة كذلك للحساء الشمسي، وهي المكون الأساسي للنجوم التي نراها، ولكن تتفاوت كثافة ودرجة حرارة البلازما بحسب الإلكترون الحر والأيونات المشكلة لها، فتظهر النجوم بألوان مختلفة. تستخدم البلازما في حياتنا اليومية والعادية في مجالات التعقيم والمصابيح الليزرية والمايكروويف عالي الطاقة والتلوث وإزالة المواد الكيميائية الخطيرة وغيرها. أما إذا أسقطنا هذا التعريف المبسط على بحثنا حول النجم الطارق، فإن البلازما ستكون هي مفتاح رؤيتنا العيانية للطارق، أو بالعين المجردة، الرؤية بعين المجردة هي الرؤية العيانية. ولا يمكن أن يتحقق نمو هذا الحقل إلا إذا رفض بحقل طاقي خارجي وازدادت طاقة الانتزاع للإلكترون، وبالتالي تولد حقل كهرومغناطيسي من كل إلكترون منتزع وحدوث تألق آني أثناء التحرر.
ومع سيل أعدادا لا تحصى من الإلكترونات الحرة المنتزعة يتوالى تولد هذا الحقل أو يتولد عندنا هذا الحقل ذو طاقة شديدة، وكلما زاد اقتراب الكتل من الشمس كلما زاد تألق هذا الحقل ونام الديل أكثر، وسيصل إلى الأوج الطولي للديل البلازمي للطارق، وذلك عند الحضيض الشمسي أي عند أقرب نقطة للطارق من الشمس في مسيره نحو الكواكب الدخيلة للمجموعة الشمسية. ومن الممكن أن يلامس طوله مدار المريخ أي حوالي 200 مليون كيلومتر، قد يصل طوله إلى 200 مليون كيلومتر هذا الديل البلازمي، وسيكون موازيا للرياح الشمسية أي تكون النواة المركزية باتجاه الشمس والحقل إلى الوراء نحو جهة الأرض. هذا الحقل الشديد سيعمل كمكابح ميكانيكية لتباطؤ عزم دوران الأرض وإخضاعه لعزم فتل آخر، وبالتالي حدوث التحول القطبي ليس المغناطيسي بل الجغرافي بالنسبة لمحور الأرض نحو الشمال، وذلك بسبب التقبل القطبي، وثانيا انعكاس جهة دوران الأرض بما يتوافق مع دوران الجسم المركزي للطارق نيبيرو، حيث نعلم أن جميع الأجرام تدور عكس عقارب الساعة، والطارق يدور مع عقارب الساعة، ومع قوته الكهرومغناطيسية الشديدة سيجذب الأرض لتدور معه في توافق مع دورانه. أكرر كثيرا الأرض هي من تتغير جهة النظر نحو السماء وليس الشمس، فلا يعقل لكوكب صغير كنيبيرو أن يحرف نجما ضخما كالشمس. المهم حال النجوم والقبة السماوية هذا بشكل عام شرح مبسط لمفهوم الحقل البلازمي والمتعارف عليه والذي جاء في الأحاديث بعمود النار، وما يتم رؤيته عبر حقول الرصد هو الديل النيزكي وليس البلازمي الطيفي. فحقول الرصد غير معززة بطول موجي متلائم مع ظهور الحقول الكهرومغناطيسية لكل جرم يظهر بها. المهم أنها ليست معززة لإظهار الحقول الكهرومغناطيسية أو البلازمية، هي مخصصة فقط لدراسة البنية الشكلية بدرجات مختلفة من الميل. فالديلان الديل البلازمي والديل النيزكي هما من سيسبب المشاكل والاضطراب على الأرض، فلا وجود لمسار تصادمي أبدا مع الجسم المركزي كما يزعم الكثيرون. وهناك البعض الآن يدعي بأن الطارق سيصل ليلة القدر أو إلى نهاية رمضان مع عيد الفطر، يظنون أنه شيء سهل أن يصل الطارق. فلو كان أمامنا فقط 10 أيام أو 7 أيام أسبوع لوصول الطارق لرأيت الأرض ترتجف من تحت أقدامنا. فالجهل والسذاجة هي التي تدع البعض يتحدث بمثل هذه التقديرات ويضع توقيتات بدون أي مبرر، دون إعطاء أي مبرر كان. ف
فلو تبقى 10 أيام أنا أحدد لك بأن الحقل البلازمي سيظهر وسيتكون حين وصوله إلى مدار المريخ. تجاوز مدار سيرس، وصول لمدار المريخ، الشمس، أشعة الشمس ستلحف الغبار المحيط بالجسم المركزي، وسيظهر لنا عيانيا الديل البلازمي مشعا بنوره كأنه عمود نار من جهة المشرق. فلا تغتروا بمثل هذه الأقاويل المضللة. الطريق الموعود سيكون بمروره المرتقب حدثا مفصليا في عمر كوكبنا، واقترابه ستهتز له أركان الكوكب بأكمله فقط عند بدء ظهوره، فما بالك عند وصوله إلى الحضيض. فأرجو أن نرتقي بتفكيرنا قليلا ولا نكون سدج. فالطارق نيبيرو يؤثر على الشدود المناخي العام للأرض، ونحن نلاحظ هذا. الغالبية الناس الآن أصبحت تلاحظ بأن هناك شدودا مناخيا متطرفا جدا، بل بدأنا نلاحظ مرور فصول السنة الأربعة في نفس الشهر، إلا أن الكثير كذلك لا تزال ذاكرته قصيرة ولا يتفكر فيما يمر عليه من أمور. فكما نلاحظ للمتتبع والمراقب، فضنات في عدة مناطق بالعالم، زلازل رغم تشوهات الكهرومغناطيسية الدائمة للأرض، فالحقل الكهرومغناطيسي الأرضي دائم التشوهات، وكما ترون في الصورة. فهذا التشوه الدائم مع زلازل لا تتجاوز 5 و4 فهو يعتبر تفريغ جد ضعيف أو تفريغ جزئي. وننتظر في قادم الأيام قد نرى زلازل قوية جدا، وقد تضرب مناطق لم تكن تألفها هذه الزلازل بتاتا، قد نرى بها زلازل. ولننتظر ونراقب بترون، فارتقب إنهم مرتقبون. وأرجو أن تكون الصورة قد وضحت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.